منه هو التحرش. التحرش هذه مصيبه ولكنها من اين اتت؟ اتت من نفسيه متهرئه في مقام القيم، خاصه تلك القيم التي تبني كل انسان وهي القيم البشريه. فاحنا بنحاول ان احنا نقاوم مثل هذه الاعراض التي كثرت والتي لم نقف عندها كثيرا بعلاج سبب هذا المرض وليس علاج عرض المرض. طب يعني شايف ان احنا وصلنا فعلا لمرحله خطيره في الفتره دي؟ احنا وصلنا لمرحله ينبغي فيها العمل. عمر ما البشريه وصلت لمرحلة من الخطر لا عودة بعد، وإنما هي تحتاج إلى عمل.